أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم صلاة من لا يتوقف عنده خروج البول ويلاحظ أثر ذلك؟ يقول: ما حكم صلاة من لا يتوقف عنده خروج البول ويلاحظ أثر ذلك في ملابسه بعد الصلاة؟ معذور، اللي فيه سلس بول ولا يمسك البول يتوضأ عند الصلاة، ما يقدم الوضوء، وإنما يتوضأ إذا أراد أن يصلي، ويصلي في الحال، ولو خرج منه بول فصلاته صحيحة، ولو صار على ملابسه أو بدنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.